السلام عليكم، مرحبا بكم في مرة أخرى أعزائي الطلبة في جامعة الإصلاح في مادة البحث التمريضي ضمن التعليم الإلكتروني. استكمالا لمحاضرتنا السابقة سوف نستقبل المحاضرة الحالية والتي تتحدث عن السامبل. فبدنا نحكي عن السامبل وكيف آلية اختيار السامبل المطلوب فيه العينة، كيف آلية اختيار العينة، شو أنواع العينات، هل في عينة عشوائية وعينة مش عشوائية، والعينة العشوائية شو أنواعها وهكذا، وليش بناخذ السامبل وكل هذه الظروف. تمام، فإن شاء الله احنا نكون مع بعض في هذا الشرطة اللي بيتحدث عن السامبلينج. والسامبلينج هنا المقصود فيه شو السامبلينج يا جماعة؟ المقصود في السامبلينج انه احنا بنختار عدد من الاشخاص number of subject محددين يمثلوا هذول محدد ضمن مجتمع محدد، هذول بيكونوا المجموعة بتمثل كل المجتمع. هذا يعني انا لما بختار مجموعة بختار 10 20 50، هذول 50 لازم يكونوا يمثلوا كل المجموعة اللي انا اخترته. كيف يعني؟ يعني لو انا بختار مثلا مجموعة من قطاع غزة مثلا بتمثل قطاع غزة، يعني القطاع مثلا في 2 مليون بختار 2000 مثلا 3000، هذول 3000 لازم يكونوا يمثلوا كل قطاع غزة بكل شرائحها الكبار والصغار و رجال ونساء وكل الفئات وكل المناطق شمال وجنوب ووسط وكله. reason for sampling، ليش احنا بنعمل عينات؟ يعني ليش احنا بنعمل عينه وما بناخذش كل الناس؟ يعني ليش انا باجي اعمل دراسه بدل ما اختار عينه 1000 2000 بعملها على كل قطاع؟ او انا لو بدي اعمل دراسه مثلا على طلاب جامعه اليسرى فيها مثلا 5000 طالب اختار 200 او 300، ليش احنا بنختار نعمل عينه وناخذ عينه بدل ما ناخذ كل المجتمع؟ هو انت لما تاخذ كل المجتمع هذا شيء كثير كويس وشيء بيعطي نتائج اكيد دقيقه وواضحه وصريحه، لكن احنا بنعمل عينه عشان احنا سيفنج للمن، لانه انت لما تاخذ تعمل على عينه كبيره غير لما تعمل عينه كبيره، يعني تعمل على عدد كبير من المشتركين في بحث او في دراسه، تعمل على 2 مليون او 5000 غير لما تعمل على 200 او 300 شخص، هذا انت بتحافظ على المال. اثنين، احنا بنحافظ على الوقت. انا بدي اعمل دراسه على 5000 شخص مثلا في جامعه الاسراء، او بدي اعمل على قطاع غزه اللي فيه 2 مليون مواطن اعمل عليهم بحث او دراسه، شوف قديش انا بدي اخذ وقت. لكن انا لو بدي اعمل بحث على 2000 واحد في قطاع غزه مش سهل وقت، بدي اعمل على 2 مليون انت بدك ممكن تاخذ سنوات، انا تقريبا شهر او شهرين بكون خلصت. كمان انت من خلال العينه بتقدر تتحدد شو اتجاه العينه او شو اتجاه النتائج. كمان انا لو بدي اجي اعمل حاجه اسمها evaluation of reliability بقدر سهل من خلال انه انا بعمل sampling، لانه انت بتقدر الريابيليتي انه انت تعيد كل مره القراءات او النتائج وتطلع نفس النتائج او 95% من النتائج تطلع زي بعض، بالتالي انا بدي اجي اعيد على 200 او 1000 غير ما بدي اعيد على 2 مليون 3 مليون، بالتالي بيكون الامر اسهل. بالاضافه انه انت لما بتشتغل بيعطيني هاي كواليتي، اما انا مثلا بدي اعمل تحليل مثلا او بدي اعمل تيست او بدي اعمل استبانه مع 200 شخص غير ما بدي اعمل على 5000 شخص، صح ولا لا؟ وبالتالي هيكون في فرق في اداء العمل. فبالتالي احنا شو الاسباب اللي بتخلينا ناخذ نعمل عينات او يكون في عندنا ريزون فور سامبلينج؟ واحد، سيفنج للماني. اثنين، سيفنج للتايم. ثلاثه، سكوب اوف داتا، كنت عندك وجهه لها. اربعه، evaluation of reliability. وخمسه، هاي كواليتي work، بالتالي انا بيكون عندي جوده في العمل. في بعض التيرمز لازم تكون عارفينهم. شو البابيوليشن؟ البابيوليشن هو all cases or member of a specific group. يعني لما بقول بابيوليشن مجتمع مثلا جامعة الإسراء، هذا مجتمع كامل. تركز بقى البابيوليشن، the group that is focused on your research. مثلا أنا والله جامعة الإسراء، طلاب جامعة الإسراء هم البابيوليشن، تركز البابيوليشن كلية العلوم الطبية. تمام؟ sample unit one of member in your population اللي هو اي واحد في كل العلم هو بنعتبره sample unit. كمان مره، population هو student in the Israel University. التارجت population student في Israel University في nursing college. السامبل يونت هو كل واحد في هذا العنصر هو عباره عن سامبل يونت.
بس ستيبس تو سامبلينج بروسيس، كيف احنا بدنا ناخذ العينه؟ اول حاجه نحس ما ايدنتيفاي تارجت بوبوليشن، اثنين ايدنتيفاي سامبل يونت، ثلاثه ديتيرماين ذا سايز اوف ذا سامبل نيدد، اربعه سيلكت سامبل تكنيك، خمسه امبلمنت ذا بلان. اول حاجه ايدنتيفاي تارجت بوبوليشن، اول شيء لازم احدد مين هو مجتمع الدراسه، اثنين بعدين بدي احدد مين هم السامبل يونت. مجتمع الدراسة قلنا قبل شوي انه احنا في عندنا تيرمز لازم يكون عارفينها، بابليشن والتارجت بابليشن. لو انا قلت انا التارجت بابليشن هو كلية العلوم الطبية في جامعة الاسرار، السامبل يونت اللي هو يكون كل طالب، انت انا حددت التارجت بابليشن، بحدد السامبل يونت اللي هو كل طالب في هذه الكلية هو ضمن السامبل يونت. بعدين بدي ترمايند السامبل، طب الكلية فيها حوالي 500 طالب، انا قديش عندي حجم العينه؟ والله حجم العينه مثلا حسب المعادله الاحصائيه طلع مثلا 200، فانا بدي 200 من 500، تمام؟ هذا بدي اتحدد، فانا بدي احدد السامبل سايز، وبعدها بدي احدد التكنيك، انا بدي عينه عشوائيه ولا عينه مش عشوائيه، وبعدها انا ببدا باخذ العينه. وبالتالي انا الخطوات اللي بناء عليها بدي اخذ العينه واحدد طريقه العينه هي عباره انه انا بحدد مجتمع الدراسه، اثنين بحدد كل عنصر في هذه الدراسه منه، بحدد حجم العينه، بحدد طريقه التكنيك او اليه اخذ العينه، وبعدين ببدا يعني باخذ العينه. في كمان بعض التيرمز او التعريفات لازم نكون عارفينهم، في ان الكابيتال اللي هي ذا نمبر اوف كيسز in the sampling frame اللي هي احنا نقصد فيها الـ population، والان الصغيرة اللي هي the sample the number of cases in the sample اللي هي target population. طبعا كيف بحسبوا sample size calculation؟ في اكثر من طريقة، في طرق حسابية بحسبها زي برامج الاسبوع اساس واخلاف، وفي عندنا برنامج الـ AB info كمان هذا بحسب السامبل سايز، هو بحدد لك قديش لازم تكون حجم العينه بناء على معطيات معينه، شو نوع الدراسه، والله هي كيس كنترول كروس سكشنال، شو الفاكتورز اللي فيها، كل هذه الاشياء انت بتدخلها يعني البرنامج بيطلبها، بعدين هو بناء عليه بحدد لك قديش حجم العينه المطلوبه عشان تكون انت ريبريزنتد. Can we quantify how much power we have for given sample size? المهم إنه نعرف sample size. أبشوف في عنا عوامل بتأثر على قوة العينة. Factor affecting power. أول على قوة العينة. Sample size of the effect. The standard deviation of characteristic. Bigger sample size. significant level desire. يعني انا كل ما بكون size of effect الاثر تبع العينه كبير رح يكون مهم، كل ما bigger sample size بتكون قوه في العينه، كل ما standard deviation بقل احنا بكون في قوه، والsignificant level desire نفس الحال. انواع السامبل او تايب اوف سامبلين، في عندنا نوعين اساسيات في السامبلين. النوع الاول في عندنا حاجه بنقول عنها probability، والنوع الثاني النان probability. البروبابيليتي المقصود فيه الاحتماليه، والنان probability اللي هي الغير احتماليه او راندومايز ونان راندومايز. يعني شو المقصود في البروبابيليتي او في الراندومايز؟ انه كل واحد ضمن هذه العينه عنده نفس الفرصه انه يكون ضمن العينه المختار، تمام؟ والعكس تماما في الراندومايز او في النان بروبابيليتي، انه كل واحد في هذه العينه ما عندوش نفس الفرصه يكون ضمن العينه. يعني لو انا باخذ بروبابيليتي سامبل او راندومايز سامبل من طلاب جامعه الاسراء، كل واحد في الجامعه طبعا باختلاف شو نوع الهاد، كل واحد في هذول الطلاب عنده نفس التشانس نفس الفرصه يكون ضمن العينه المختار اللي هو مثلا انا باخذه. لكن على العكس في النان بروبابيليتي ما بيكونش عندهم نفس الفرصه، وبالتالي هذا في فرق. طبعا في انواع في البروبابيليتي، في عندنا في حاجه اسمها سمبل راندوم سامبل، وفي عندنا سيستميك سامبلينج، وفي ستراتيفايد سامبلينج، وفي كلستر سامبلينج.
وفي النانو بروبابيليتي في عندنا كمان انواع، في عندنا كونفينينس سامبلينج، في جاجمنتال سامبلينج، كوتا سامبلينج، وسنوبول سامبلينج. راندومايز او راندوم فيرسس نان راندوم سامبل. الراندوم سامبلينج every unit of the population has the same probability of being included the sample. يعني كل واحد في هذا في مجتمع الدراسة عنده نفس الفرصة أن يكون أو عنده نفس الاحتمالية يكون ضمن العينة اللي أنا بدخلها. A chance mechanism is used in selection process. Elimination bias in selection process أو eliminate. طبعا هنا بكونش في تحيز لأنه بتكون عينة عشوائية، أنا بختارش حسب ما أنا بدي. وهذا احنا بنقول عنها probability sampling. non random sampling هذا المقصود فيها انه كل every unit of the population does not have the same probability be of being included the sample. open selection bias and appropriate data collecting method for most statistical method also known as non probability sampling. المقصود في انه نان راندوم سامبل انه كل واحد في مجتمع الدراسة ما عندوش نفس الفرصة يكون ضمن العينة اللي انا بدي اختارها. اثنين، انه هذا بيفتح انه يكون في تحيز انه انا اختار احمد ما اختارش محمود. ثلاثة، هذا بيكون مش كثير مناسب في الاشياء الستاتستيكالي الادوات الاحصائية، هذا اللي احنا بنسميه نان بروبابيليتي سامبل. نيجي لمجموعة الـ probability أنواع types of probability sampling design. في عنا حاجة اسمها simple random sampling، وفي عنا stratified sampling، وفي عنا systemic sampling، وفي عنا cluster أو area sampling، وفي عنا multi-stage sampling. okay. نيجي لأول حاجة عنا simple random sampling objective select unit اللي هي الان السمول اللي هي السامبل سايز او سامبل يونت اوت اوف ان الكبيره اللي هي البوبيليشن تاع البوبيليشن ساعه هاز افري ان ايكوال تشانس. بروسيجر يوز تيبل اوف راندوم ممبر كمبيوتر راندوم اور جنريتور باي ميكانيكال ديفايس كان بي سامبل وذاوت. هذا المقصود فيها السمبل راندوم اللي هي العينة العشوائية البسيطة اللي هي الجرعة البسيطة اللي بنعملها لما نعمل احنا جمعية، بيجي 10 أشخاص بنعمل جمعية بنجيب ورق بنكتب الأسماء وبنعمل كذا بنجيب حدا يصغر يعمل، هذا بنسميها السمبل راندوم. أو زي ما بتشوفوا في المباريات مثلا جرعة كأس العالم أو جرعة كذا بيعملها الكمبيوتر أو جرعة مثلا الاتحاد الأوروبي مثلا بيجي بيختار الكرات وبيطلعوا كل مجموعة مين بيلعب مع مين أو دوري أبطاله. هي أبسط نوع من أنواع السامبل، وهذا كثير كل اللي بيقولوا في مثلا في الكرات أو كل هذا يكون عندهم نفس الفرصة يكون ضمن اختيار العينة. طبعا السامبل راندوم سامبل ليش كثير كويسة؟ لأنها سهل تنعمل، تنعملش الأعداد كبيرة لأن أنت ممكن تختارها، هي عبارة عن عينة عشوائية سهلة الاستخدام. طبعا هذا ليش بنستخدمها امثل عليها سمول ديفايس سيرفيس ايجنسي مجموعه صغيره او مؤسسه صغيره. كلاينت اسسمنت اوف كواليتي اوف سيرفيس جيت ليست اوف كلاينت اوفر ذا باث. باخذ مثلا الليست اوف كلاينت وهي باخذ العينه ببدأ. في عندنا النوع الثاني بسميها ستراتيفايد راندوم سامبل اللي هي هذا فيها طبقات، و something called proportional or quota random sample. objective population الآن اللي هي target population divided into none لأن الأكثر من أن، وبالتالي أنا بقسم ناس أكثر من مجموعة. ال stratified sampling purpose to ensure شو هدفها؟ to ensure represent of each strata over sample smaller population group. administrative convenience field office sampling probably may differ نيش تراتا انكريز بجواس في استراتيفاي مجموعة
زي كيف مثلا احنا في عندنا مثال اللي احنا بنحكي مثلا انا بدي اعمل دراسه على المرضى او الكلاينت، بقسم اللي بتعرف الامريكان عندهم اكثر من قصه، بيكون مثلا امريكا اصل افريقي، امريكا اصل مثلا لاتيني، امريكا اصل اوروبي، يعني بسهم عشان اعمل لهم دراسه. زي ما اجي انا مثلا بدي اعمل دراسه على الطواقم الطبيه، وبالتالي انا عشان مثلا بدي اشوف كل فئه شو احتياجاتها الطبيه وشو احتياجاتها التخصصيه، ما ينفعش اقول والله عملت دراسه على الطواقم الطبيه واكون مثلا ماخذ الاطباء بس وماخذ الممرضين، وبالتالي انا بقسم بجيب قائمه الاطباء باخذهم باخذ منهم عينه، بجيب قائمه الممرضين باخذ منهم عينه، بجيب قائمه العلاج الطبيعي باخذ منهم عينه، بجيب قائمه قائمة الصيادلة وهكذا، عندي القوائم، وبالتالي أنا باخذ بقسم حسب شو الاحتياج. هذا بسميها سيرتيفايد، بنعمل طبقات من المجموعة نفسها. في عندنا النوع الثالث اللي هو سيستماتيك راندوم سامبلينج، وهذا اللي هي سيستماتيك بروسيجر، هي نمبر اوف يونيك بابيوليشن، الان الكبيرة اللي قلناها قبل شوي تارجت بابيوليشن ديسايدد، بنحدد انا قديش بدي مثلا، بعدين بقسمها على انديه صغيره. هذا بتعمل حاجه اسمها انتيرفال، يعني انا مثلا لو عندي مجتمع دراسه، مجتمع الدراسه 100 مثلا، وانا من ال 100 بدي 50، بدي 20، بقسم 100 على 20 بيطلع 5، بروح انا بقول العيال الخارجيه باخذ مثلا كل 5 واحد بدخل على العياده، تمام؟ بس السيمك راندوم هي الان اللي بتحدد لي الانترفال، اللي هو انا راندوملي سيلكتد نمبر اوف وان اوف كي تيك افري يونت. السيستميك راندوم سامبل اسوم بوبليشن راندوملي ادفانس ايزي مي بي مور سايز سامبل راندوم سامبل اكزامبل ليبرتي. هذا المقصود فيها لو انا مثلا بدي اعمل دراسه على ممرضين او مثلا على طلاب اللي على كليه العلوم الطبيه في جامعه سويسرا على كل الطلاب، فانا مثلا فيها الكليه فيها 500 طالب، 500 طالب انا بدي منهم لو افترضنا فيها 1000 طالب، انا من 1000 طالب بدي 200 اعمل عليهم دراسه، فبنقسم ال 1000 على 200 بيطلع لي كل 50، صح؟ وبالتالي انا باخذ الاسم الاول، وبعدين بعد 50 باخذ اللي بعديه، وبعد وهكذا، وبالتالي انا بحصل على 200 طالب. وهذا بطرق عشوائيه انا ما بكونش بعرف، طبعا لازم تكون مرتبهم ترتيب ابجدي عشان ما يكونش في خلل في هذه القضيه. المقصود فيها اسم في الكلاستر، الكلاستر المقصود فيها اريا، وهذا البروسيجر تبعها بيكون انه divided population into cluster random sample cluster measures all unit with sampled cluster. advantage تبعتها انه هي advantage administratively useful especially when you have a wide geographical area to cover. example random sample form city blocks measure homes. زي مثلا احنا بنجي بنعمل دراسه على مخيمات اللاجئين، بقول والله انا عندي 5 مخيمات مثلا، او باخذ 3 مخيمات، مخيم جبليه في الشمال، مخيم مثلا في الشاطئ في غزه، مخيم خان يونس مثلا، تمام؟ وبعدين كل مخيم انا بدي اقسمه مخيم جواته بلوكات، صح؟ وكل بلوك جواته دور، وبالتالي انا بقسم زي قصه قطف العلم هذا بيقولوا عنها، وبالتالي انا بقسم عشان انا اوصل لكل منطقه انا بدي اياها يكون في عندي تمثيل جيد للمنطقة. يعني اسوي بقول والله عندي 3 مخيمات 3 محافظات، وبعدين بقول مخيم فيه بلوكات، وعندي مثلا كل مخيم فيه مثلا 20 بلوك، البلوك نفسه فيه كم منزل مثلا، فيه 20 منزل، وبالتالي كل منزل وهكذا باخذ منه، اكون انا وصلت بعد نقطة ممكن احنا نوصل. هذه المقصود فيها اللي هي الكلاستر. في عندنا المالتي ستيج سامبلينج اللي هي الكلاستر كلاستر اير سامبلينج واني كومباينيشن، هي انه انت ممكن تجمع مجموعه شغلتين مع بعض في نفس الحاله.
عموما هذه الجزئية الأولى في موضوع السامبلينج. المحاضرة القادمة هنحكي عن نون راندوم سامبلينج، ونشرح فيها شوي ونجمل ونراجع كل اللي حكينا فيه في الأول عشان نكون الأمور كثير واضحة وكثير جيدة للجميع. اللي حاولوا أنتم تطلعوا اسم المحاضرة، عنده أي سؤال أي استفسار أي قضية، احنا جاهزين نراجع معه ونرتب له إن شاء الله.